بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي جديدي وجديدة على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. إن لم تشتركش في قناتي لا تنسوا الضغط على سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك لكي تصلوا تشغل الجرس إشعارات لتصل لكم فيديوهاتي أولا بأول. وإلى هذا الفيديو تاع اليوم على بركة الله. الفيديو تاع اليوم كما راكم تشوفوا راح ندير هذيك الجبه اللي درتها في بشرى من قناه فوتوستريا. الجبه الاخيره اللي درتها في بروكسل هنا نقص يعني ما كانش يدي الحاله التحريريه كيفاش كانت. دونك شوف انا هنا واش راني ندير، راني طوي القماش على اربعه على الطول. نجيب لكم باش تفهموا معايا اكثر الفكره اللي درتها بشرى. شوفوا جات القماش مثلا، هذا هو القماش على الطول تاعو، طويته على اثنان بعد على اثنان يعني على اربعة بهذه الطريقة. تو هذي قلو القماش تاعكم اول شيء كي تشروه غسلوه ونشروه وحددوه عدوه باش تخدموا به، باش هكا ما ملسرا كاش ما طلع ولا يبالكم كل شيء، يعني تخدموا انتم تخيز عليه. شوفوا مثلا هذا هو عند القماش، هذا هو ندي القياسات تاعي اول حاجه. هنا بيان سور نخلي واحد 2 سنتيم تاع الخياطه، نهبط هنا على 2 نخلي 2 سنتيم بعد من هذه النقطه هنايا، من هنا لهنا واحد 7 سنتيم ونهبط هنايا. هنا مثلا يدير خط هكا هاوليك ياك، نهبط هنا واحد 2 سنتيم تاع اللقبه تاع الظهر، يعني نهدر زعما على الباطون الاساسي. وهنايا عندي تاع الامام 7 سنتيم، ومن بعد نمشي 13 سنتيم من هنا لهنايا 20، نهبط على هذا الارتفاع واحد 3 سنتيم تاعت الكتف، وها هو ليك اليد، نهبط بحدة اليد هكا، وها هو الباترون تاعي. هذا هو نورمالمون الباترون الاساسي تاعي. دوك احنا في هذا الجبو كيفاش ولا هذه القندوره كيفاش راح نديرو، ماناش راح نخدمو على هاد المقاييس اكزاكت. دوك هنا بالنسبه لليد راح نطولوها كاع هكا هنايا، راح نعاود لكم بالسياله باش تفهموا عليا الموديفيكاسيون اللي راح نديرو. فوالا بسم الله. فوالا دوك الموديفيكاسيون تاعنا كيفاش راح يكون. بالنسبه للرقبه مش حتكون كيما هكا، راح تكون كل باطو هكا، يعني راح نجي من هنايا حتى السياله هذه وحبست. فوالا كل باطو هكا مشيت حتى لنص الكتاف. بالنسبه لليد راح تهبط تكمل في نفس الانحناء تاعها هكا، ونجي لهنا من هنا لهنايا نقيس دائرة العدد تاعي شحال، من هنا من هاد النقطة لهنا نقيس دائرة العدد ونزيد لها شوية تاع توسيعة واحد دو دوا ولا، ونخرج هنايا بواحد دو دوا وهكا نمشي هكا ونرجع باش نكمل كاع ايفازي. فوالا كومسا يعني هذاك شغل مش هذا الباتر الأساسي مش حندير عليه هكا. دوكا بشرى واش دارت؟ بشرى درت حسبت هنايا درت من الصدر. دوك بالنسبه لليد هنا النص تاعها راح يكون من القماش هنا، والنص راح يكون بالبروتيل. ها هي اليد، النص هذا اللي هنا درته هي بالبروتيل، النص هذا بالقماش. انا هذا اللي درته هي بالبروتيل راح نديرو بالدونتيل، خيط هذا اللون او يعني ماشي اكزاكت كيما اللون هذا بصح هو قريب لي. وهنا بالنسبه لل للكل دوك شوفوا نتوما على حسب اللي تساعدكم. الا حبيتوا تهبطوا هنايا الرقبه تهبطوها شويه بصح تجي محلوله بزاف، انا بغيت نخليها هنايا. ومن هذه من هذه النقطه لهنايا بغيت نهبط هكا هايلك، نهبط حتى للنص. تقدروا ديروا طريقه ثانيه، يعني هذاك شغل راح نحو هذا الجزء هو اللي راح نديرو بالدونتيل، هذا الجزء هذا من هنا هذا وهذا هو اللي راح نديرو بالدونتيل. تقدروا طريقه ثانيه تزيدوا يعني كشغل هنايا راكم دايرين كون هنا الرقبه تاعكم هنا، تزيدوا تهبطوا كاع هكا هنايا، ولا تهبطوا حتى الصدر تهبطوا هكا، يعني هاد البلاصه تغطوها بالقماش هايلك، تهبطوا هكا تطلعوا على الاخر. هذه كاع تجي بالدونتيل، يعني هاد الجزء بالدونتيل. دوك نقصها معكم باش تفهموا عليا احسن. شوفوا نقص معكم هذه الثانية مثلا، هذه هكا هكا مثلا، هذا الجزء راح يكون بالدونتيل، يعني راح نجيب قماش اخر. وهنايا تحسبوا اكيد من هنا حتى لتحت تحسبوا الطول تاعكم. مثلا انا هبطت هكا حتى نجي لتحت، هذه هي لتحت تاع بابا تاعي، نجي هكا بخط مستقيم بعد اوب نطلع. فوالا اكيد في القصه تاعكم هنايا ثاني تحلوه لانه هنا الطيه هنا محلوله،
تمشيو غير بشويه هنايا فوالا تكملوا هكا تقصوا كامل بهذه الطريقه. عفوا بعد تجي هنايا دير واحد الانحناء صغير تكملوا ديريكت فوالا. شوفوا هنايا معناتها هذاك الجزء مثلا نحط باش نعرف روحي مثلا هذا هو الدونتيل تاعي باش نعرف هذاك الجزء اللي مازال لي تاع الدونتيل شنو هو نحط الباتون تاعي ولا القطعه اللي حطيتها ونصم باش نعرف روحي شحال راح ندي من الدونتيل نحط قد قد سوا سوا نكون قاسه هادو باش ما يديرونجونيش نكون قاسه القياسات تاعي هكا شحال راح ندير انايا اكزاكت فوالا. اكيد ندير حسابي للخياطه ما ننساش هذا الشيء ونحط على القماش هذاك الجزء اللي نحيته نصم فوق فوق الدونتيل فوالا هكا باش نعرف اكزاكت شحال راح ندي. هذه نحيت تاع الفوق دوك ندير تاع التحت هكا باش نعرف شحال راح ندير في الدونتيل ونزيد من هنايا واحد 2 سنتيم تاع الخياطه وهنا ثاني واحد 2 سنتيم على هاد 2 سنتيم لاني راح ندير الخياطه على برا يعني مش حنستعملو ان شاء الله في هذا الموديل السوفيلاج كيما دارت بشرى في وفي الخيط الاخر انا قلت لكم تقدروا ديروا من الصدر يعني شويه في الصدر تغطوه بالدونتيل تقدروا يعني بغيتوا اشعري انا يعني حيكون عندكم شغل مش غلو يعني راح يكون عندكم. شوفوا هذه راح تكون هكا شوفوا يعني راح ندير على حساب هذا القياس هذا لهنا هذه شغل هذا المونش ريغلون ما تجيش عريانة يعني الدونتيل راح يجي غير من اليد هنا من الكتف عفوا فوالا يعني في هذه الحاله راح ندير الماره تاع هذا الخط راح ندير من هنا هذا نصمو ندير هكا ندير هنايا احسن بلا غولات دوكا مش حدايا المهم نوصل بين هذا الخط وهذا الخط وهذا راح يكون هذاك شغل هذا اللي هنايا من الفوق راح يكون لاصق في هذه الحاله حيكون هذا لاصق مع هذا وهذه هنايا وتقصوه يعني الدونتيل تاعكم على حسب الموديل اللي خيطتوه الدونتيل تاعكم يكون هكا بطريقه هنايا راح نزيد واحد كيما قلت لكم 2 سنتيم تاع الخياطه يعني مش حندير عليه اكزاكت فوالا هكا من الاعلى من الاسفل من الاعلى ثاني ندير حسابي نزيد واحد 2 سنتيم تاع الخياطه على لاني راح نخيط الخياطه نخرجها على وجه القماش ومن بعد نغطيها فوالا حيكون عندكم الاول هكا هذا في حاله ما اذا كنتو مجيت الرقبه فتحت يعني عبيتوه غطيتوه بالدونتيل يعني شويه عريان ولا بغيتوها مستوره راح يجيكم هكا دونك على حساب نتوما واش بغيتو الموديل هذا راهو داير حاله اكثر ما عفوا هنا ما درتش حساب الخياطه نتوما ديروا حساب الخياطه 2 سنتيم منا 2 سنتيم منا يعني كي نجي نركبوه راح يجيني كيما هكا فوالا هذا الموديل تاع هادي هكا يجيني هذا الدونتيل فوالا يجيني كيما هكا هنايا القماش هذا الدونتيل مثلا هذا الدونتيل راح ندير له رسومات هكا شوفوا معايا هاوليك الدونتيل هاوليك القماش فوالا راح تجي كيما هكا هذا في الخيار الاول الى حبيتو تعبو من القبا الخيار الثاني راح يكون عندنا مثلا راح يكون غير هذا الدونتيل هاوليك غير هذا الدونتيل وهذه راح تكون لاصقه هنا هادي بسم الله هادي راح تكون مع القماش يعني قطعه وحيده هنايا هادي منحيناهاش مثلا هنايا راح تكون هكا وهذا برك راح يجي دونتيل ولا لا مبغاتوش دونتيل ديرو بلي بروتيل كيما دارت بشرة قناة لوتسكريا يعني هاولي هذا اللي هنا مخرجش هو الدونتيل شوفوا معايا هذا قماش قطعه وحيده وهذا دونتيل الخيار الاخر كيما قلت لكم هاوليك كامل دونتيل فوالا بهذه الطريقه هذا على هني درتو بزياده تاع الخياطه لاني راح نخيط على برا نغطيه بكش كالون هاوليك هكا دوك نروحو للتفصيل ان شاء الله. بون شوفوا معايا هنا راني فيكسيت الباترون الاساسي القماش كيما قلت لكم مطوي على الربع فيكسيت الباترون الاساسي انا كيما قلت لكم راح نديرو كل باطو يعني راح يكون الرسم تاعي من هنا شوفوا هنايا
هذا معكم كما تشوفوا معايا، يعني فتحه راح تكون من هنايا. هنا نجي لنصف نصف الكتف مثلا، هنا نوصل بين هذه النقطه بين هذه، ايش تبان لي هنا، نوصل بين هذه وهذه، لو كان بعد نعود نرجع لها. بالنسبه لليد هنا نكمل نفس الميل، انا نعاود نفكس الكاميرا، نعاود نكمل بنفس الميل، نجيب مسطره نمشي معها بنفس الميل. اكيد راح نخلي هنايا واحد 2 سنتيم تاع الخياطه اللي راح نقص عليهم. فوالا من هنا نهبط ديريكت هكا حتى لاخر القماش تاعي، يعني راح ندي كامل غلطه تاع القماش. ومن بعد من هاد النقطه هذه نقيس دائره العضد تاعي، نقسمها على 2. انا دائره العضد تاعي عندي 35، كي نقسمها على 2 17.5، يعني راح نهبط بقيمة 17.5 من هنا، من هنا 17.5. هنايا راني راح ندير حساب الكفة اللي راح نديرها، يعني حساب الخياطة، نخلي هنا 2 سنتيم ونهبط واحد 17.5 هنايا، هايليك، ونزيد عليها واحد 1.5 ولا 2 سنتيم تاع الخياطة. من هاد النقطة هادي ندير دودوا، نمشي ندودو هكا ولا واحد 3 سنتيم، دونك نرجع هكا شوية برك كندخل نرجع هكا نرجع بهاد الطريقة. هدا بالنسبة لليد، فوالا نجي هكا هادي. هدا هو كيفاش راح نديرو هاد الجزء، أكيد حكيما قلتلكم راح نحرو. دروك نوصل بين هاد النقطتين، بين هادي وهادي، تقدروا غير بيدكم على الحادي، تقدروا غير بيدكم بشوية انحناء. إلا خفتوا يعني ما تجيكمش مليقلة، تقدروا تستعملوا بسطولي لا بيروكي على خمسة. بسم الله، هاد الطريقة باش تجيكم كومباتو. فوالا هكا نوصل بيناتهم هاد النقطتين. يعني راني دايره القماش على وجهه، نتوما احسن ديروا على الخلف تاعو، على شينو، يعني مديرش على الوجه. فوالا هذا هو. دروك انا واش راح ندير، قلت لكم عندكم خيارين. الخيار الاول انكم من هنايا من هاد النقطه تاع الكتف هادي حتى للنصف هنا تاع اليد، هنا مثلا هذا هو النصف، هادي من هنايا لهنايا ديروه دونتيل. خيار ثاني من هنا تهبطوا هكا، تهبطوا هكا وتمشوا حتى للنص، دونك لي تساعدكم. سينو يعني دوكا شوفوا على حساب نتوما واش بغيتوا، ولا شوفوا الموديل تاع بشرى بالك يعجبكم. انا واش راح ندير، مش حنا به كامل، راح نفتح من هنايا هاد القطعه نحها من هنا لهنايا، هذا كامل فوقاني نديرو دونتيل، يعني هنايا هكا نفتحها هكا كيف كان هنايا. بسم الله، استعمل مسطرة باش يجيني احسن. بسم الله، فوالا هكا، يعني هي بشرة هاد الجزء دارتو بالبروتيل، دارت بروتيل هنا، شوف بروتيل واحد هنا واحد هنا واحد هنا، يعني في بداية الذراع الكتف وفي الوسط وفي التالي. دوك انا القص تاعي راح نطلع على هذا واحد 2 سنتيم هنايا، ونقص هنا ونقص الطول تاعي كامل حتى لتحت ونقصو، نجيب المقص. القماش تاعي باش ما يقعدش يبوجي. فوالا بسم الله،
مكياس نحي لا باردون ايبانجل نحي لا دونك هذا الجزء هذا بصمه اللي درتها راح نحتفظ بها باسكو هي اللي راح ندير عليها ان شاء الله من بعد نحط الدونتيل من تحت ونخدم عليه. دونك بالنسبه لهذه البلاصه هنايا هذه هكا نكمل تحت كامل القسط الكامل نرجع لكم ان شاء الله. الان شوفوا معايا بعد ما كملت القسط على الجبه تاعي ولا القندوره هذه القطعه اللي نحيتها من فوق هي اللي راح كيما قلت لكم ندير عليها الدونتيل. دونك نسوي القماش تاعي مليح مليح نحطها هي سينو نعاود نفرد القماش تاعي وندي شحال قياسها ولك مثلا سينو نعاود نفرد القماش وندي القياسات اللي راني بغيتهم مثلا فوالا نديهم شحال حنطلع شحال حنهبط هنايا سينو كيما قلت لكم ديروا كيما بشرى دارت دارت دي بروتال انا خممت ندير هكا باش ما تجينيش عليا بزاف. دونك كيما راهي هكا نفيكسيها جيب لي بيناس تاعي نفيكسيها نفيكسيها من فوق ال فوق ال الدونتال باش نعرف شحال حندير فوالا لازم تكون القطع تاعي مسويين سورتو القماش قطع القماش اللي نحيتها باش تجيني الخدمة تاعي سوا سوا متجينيش خدمة عوجة فوالا نتوقف سينا راح نحكمو بال لي زيبانكل سمعتكمش راح نحكمو بلي زيبانكل فوالا دوكا كيما قلتلكم راح نهبط بدو سنتيم ولا واحد سنتيم دوكا على حساب خاطر اني راح نخلي القياس تاع هادي مش حن ندير مش حن ندير السوفيلاج دونك راح نخلي الخياطة على القدام بهاد الطريقة. شوفوا معايا راح تكون هنا القماش هذا الدونتيل هذا تاعي معدس دونك القصة نتاعو شوية شوية صعيب باش ما يخسرش هاد القصة عندي مليح نخدم بواحد اخرى شوية مليح فا بسم الله نزيد نطلع من هنايا داك الدونتيل ما عنديش كيفاش ما عنديش كيفاش نسمع عليه. شوفوا هناك شحال ندير راح نفرد بما اني راني حاطه لي فينا تاعي سوا سوا نفرد غير هكا ونخرج بواحد واحد ونص حتى لتنين سنتيم بسم الله فوالا ونزيد نزيد ندخل بيناس باش نقدر نقلب هنايا. سمحوا لي على هاد الحس اللي راهو كاين برا ماشي عندنا في الدار ما باليش واش راني نخدمو انا ونهبط منا بالطريقة بسم الله من بعد اخر حاجه نسيب بين هاد النقطتين بسم الله بالطريقة فوالا نكون كملت القص تاعي. هادي هي طريقة سهلة مهلة ماشي صعيبة كاع نحي القص تاعي باش نحصل على القطعة اللي راني درتها فوالا. دونك عندي قطعتين في الامام راح نخيطهم سينو كاينه طريقه اخرى ما ديروش بهادي باش ما تجيكمش مفتوحه يكون طويل القماش على اثنان كما بغيتوا. الحاجه اللي سالتكم انا راح نخيطو هنايا بما اني فتحتو راح نخيطو سينو راح ندير قطعتين فقط عندي القماش مزايد هذا تاع طونسير ندير قطعتين وخلاص نطوي القماش على اثنان هاولي هنا يجي الخياطة هنا الفوق وهذا يتوصل مع القماش تاعي وشفتوها ماشي معبيه بزاف مليحه فماتش. هذه هي دوكا نروحو ان شاء الله لمرحله الخياطه. بون قبل ما نروح نخيطو لازم اول حاجه نحكمو القطع تاعنا بليبيناس كيما قلت لكم انا الخياطه اليوم راح ان شاء الله نديرها على برا على الوجه ومش حنستعمل السوفيلاج. دونك راح نفيكسي القطع تاعي تاع الدونتيل ولا من القماش نفيكسي بهذه الطريقه بالليزيبانغل
دقيقه. كما قلت لكم هذا القماش راه معدس، دونك لازم ناخذ حذري في الماشينه باش ما تتكسرليش البلا وما تطليش في عيني. هذيك هي المشكله، لا طلعت لي في عيني انا. الطريقه احكمه كامل عند هذه تاليت هذه. دوك انتم حبيتو زينوه بقانو، حبيتو سفيفة، حبيتو تغطوه بكاش. اذا كان عندكم قماش سامبل ماشي مورد كيما اللي عندي، تقدروا ديروا المحتاس تاع جيلاتين اللي تساعدكم. هاد الجبة يعني تاع الشقة تاع العيد الكبير، ماشي تاع زعما راكم عارفين العيد الكبير الشقة تاعو. المهم هلا، ونزيد اليد الاخرى. شوفوا هادي كيفاش كانت عندي باش نعرف الطبق مقلوبة هكا هكا، يعني راح نحكم بليسيتانكل هكا باش نعرف برك الاتجاه تاعي تاع القماش. نكمل بهذه الطريقة، نحكم بليزيتانكل ونروح لمكنة الخياطة ان شاء الله. بون، بالنسبة لباقي قطعة القماش الاخرى تاعي، هاد الجهة التحتانية احكموها كامل من هنايا، كامل بليزيتانكل. الخياطة كيما قلت لكم على برا وخيطوها، يعني ما فيهاش حاجه صعيبه. هذه كامل تخيطوها كاع لتحت، ويبقى لي غير باش نوري لكم كيفاش نبلاصيو هنايا الاخرين. ها ملي نحكم يعني كيما راهي مدايره، دوك راني دايره على الوجه، الخياطه تاعي راح تكون على الوجه كيما قلت لكم هكا. نحكم بلي زيبانغل، سينو تخيطوها للداخل. نوري لكم طريقه اخرى، مش حنخيطها على برا، تخيطوها للداخل. نوري لكم كيفاش ديروا واحد الكف على بها، انا قلت لكم خلوا واحد 2 سنتيم كاع باش دخلوها لداخل. خلي نقلب القماش ونرجع لكم ان شاء الله. دونك فوالا، شوفوا البينات تاعي حطيت من هنا من تحت لهذه الابط، هابط كامل حتى لتحت وحتى الاخر حتى لتحت حتى لهنايا. شوفوا، وكيف كيف الجهه الاخرى راح نخيط على واحد 2 سنتيم ولا اي دمي، ما نكثرش، ماشي 1 سنتيم، باش يبقى لي كيفاش نكفها ان شاء الله. دوك راح نخيطها ونرجعو ان شاء الله. بون، هنا الان بعد ما خيط الربطة تاعي على الجبة الداخل، شوفوا انا خيطها هنا الداخل هاي الخياطة هانيك، قلت لكم خيطها الداخل بعد نوريكم ان شاء الله كيفاش نكفوها من الداخل. هاي خيطها على 2 سنتيم، هاديك من هنا لهنا 2 سنتيم. دركا نبقى باش نبلاصي تاع الكتاف الدونتيل، الدونتيل هنا راني خيطتو كيف كيف على برا بهاد الطريقة، مخيط هنايا هانيك قطعتين مع بعضهم. حبيتو ديروا قطعة واحدة يعني على حسب القماش اللي عندكم. دوكا واش راح ندير، راح نبلاصي الكتاف هنايا، الدوتر تاعي هنا، هاو الكتاف، هاو الكتاف هكا هنايا، راح نبلاصيه بهاد الطريقة، يعني هادي راح نبلاصيها مع هادي. الخياطة راح تكون على برا بهاد الطريقة، تحطو واحدة فوق واحدة وتحكمو بلي زيبانكل، تكملو كامل بهاد الطريقة. هاوليك مكامل بليزي بانك وتروح تخيطوه. حنخيط انا بلون اخضر باش ما تبلش لهنا الخياطه، وبعد هذاك اللي خرج على بابا نغطيه بكالون باش ما تبقاليش الخياطه من الداخل. يلا هكا نفس الطريقه ندير الجهتين كيف كيف مع بعضهم. ها هو كما كنت تشوفوا، لازم لي زيبانكل تاعنا يكونوا واقفين، ما يكونوش مايلين كيما هكا واقفين، ما يكونوش مايلين باش حتى لا كان فاتو في الماشينه ما تتكسرش البرا وما يصيرش مشكل في الماشينه ان شاء الله.
بهذه الطريقة وتخيطوها. شوفوا تحكم هذه هكا كما راكم شايفين هنايا وتخيطوها، وكيف كيف مع الجهة الأخرى سواء الأمام ولا الخلف لأنه راهم كيف كيف. ومن بعد نعاودو نمولو الأمام تاعنا بهذه الطريقة، ها تحكمو هكا، تحكمو بليزيبانكل وتخيطوها. دوك نخيطها ونرجع لكم إن شاء الله. بون الآن بعد ما خيطت هذه تاعت قطعة تاع الدنتيل، شوفو كيف خرجت هاي الخياطة كيفاش دايرة هنايا، وهاي منا خارجين في زوج هاهم. دركا نحلهم هكا، هادو في زوج نحلهم هكا ونديرلهم نديرلهم بالو هنا في هاد المكان هكا كامل. شوفو نحلها هكا فوالا، والكالو يجي هنايا يركب هنا، لازم يكون كالو تاعي عايد، سينو مكانش عندي كالو عايد. نرجع هادي هكا، نرجع هادي هكا فوقها منا، والكالو يكون هنايا داك على حسب الكالو اللي عندي. قبل ما درت هادو راح نفيلي تاعت الداخل هاد الجهة، هاد الجهة قلت لكم نخلو حتى سنتيم باش نقدر نرجع. شوفو كيفاش راح ندير باش نقدر نرجع هادو هكا هنايا، نحكم هادي هكا ونرجع دي الكفة الأولى هكا، ومن بعد الكفة الزوجة هكا، كفة الزوجة هكا، ونحكم بليزي بانكل بهالطريقة، ونكمل كامل بهالطريقة حتى الفوق حتى لتحت الإبط بهالطريقة هنايا. نحكمهم بليزي بانكل، الخياطة نتاعي راح تكون بوغا بوغا، راح تكون هنا هكا. يعني كي راح نخيط راح تحصل على هذا النتيجة، راني كنت خيطت ديجا الجهة الأولى. شوفوا الخياطة تاعي راح تكون بغابو هاكا هنايا، شوفوا يعني راح تخرج لي الخياطة نقية ولا هنايا داخل يخرج لي زوج خياطات الأولى والزوجة. هاي هنايا كما كنت تشوفوا الخياطة تاعي، ومن الداخل ولا على وجه القماش، وجه القماش راح تكون هكا نقية. شوفوا ما شاء الله هاي لك يعني. دوك نروح نخيط انا الجهه الاخرى هذه نكففها ونجيب الكالون، نريكم ان شاء الله كيفاش نركبوه باذن الله. دوكا كيما كنت تشوفوا هنا باش نركب الكالون، انا ديجا ركبت هذا هنايا. واش راح ندير؟ يا تخلو هذه هبطه هكا هنا، دونك نحد الخيوط الزايده ما نخليهمش هناك، لازم الخدمه تاعكم توجور تكون نقيه. شوفوا واش راح ندير كيما هذه اللي هنايا، بما انه راه عريض شوفوا الكالون تاعي راه ديجا تاني عريض. نحكم قالو هنايا في الفوق، نحكم هكا نحطو معاه لانه راح ندير واحد نعاود ندير واحد ندور على رقبة، نحكم بليزي بانكل كامل بهالطريقة هكا. نسوي مليح الخدمة تاعي، الى جاني الى بنت للخياطة عريضة ندخل هكا هنا شوية فوالا، دخلت شغل راني نكفو من الداخل، هو راح نحكمو بالخياطة ان شاء الله. نحكم بلي زيبانكل، ما تروحوش للماشينة قبل ما حكمتوش بلي زيبانكل باش تخرج لكم ان شاء الله الخدمة تاعكم مليحة ومتقونة، والخياطة تاعكم اكيد راح تكون بغابو باش تحكمو كل شيء داخل تبقى حتى حاجة برا. الطريقة كما راكم تشوفو هنا نكملو كامل نفس الشيء. نعاود ندير هاد البلاصه هنا الوسط نفتحها، يا يعني نفتحها اذا كان عندي الكالو على ياسر، كان عندي الكالو ضيق نرجعها نتكيها على اختها هكا وندير الكالو تاعي هنا في الوسط. نكمل كامل ها هو بالنسبه ليا دين في زوج، نكملهم نعاودو نرجعو ان شاء الله نعاودو نركبو الكالو للرقبه نرجعو باذن الله. بون شوفوا معايا هنا اصدقائي بالنسبه للرقبه واش درت. شوفوا نحلي سيبانك هنا، راني رجعت القماش على القدام، حكمت دوت سيدي كامل بالكالو كيما كان يحكم بليزي بانكل. كي لحقت للنقطة اللي بديت انا في الجنب من اليد، كي لحقت للنقطة اللي يتلاقاو فيها شوفو هاو التحتاني هو الاول، ها هو راهو شوفو فيه هاوليك التحتاني هذا هو الاول. عاودت رجعت عليه الثاني، مشيت شوية رجعتو البلاصة اللي قبل ما نقطع درتلو سكوتش، تقدرو نتوما ديرو تاع البلاستيك ولا هذا تاع القاغد باش ما يتنسش. وكي نكمل الخياطة راح نضرب الخياطة هنا ونعاود نح هذا يتنحفص انه باغابوغ على تاع نيلو على بها خيطت هذا. دوك الخياطة تاعي راح تكون هنايا كيما قلتلكم بوغابوغ، علاه بوغابوغ باش نتأكد بلي حكمت مليح كل كتان اللي راهم داخل هنا. شوفو الكفاية غير صغيرة ماشي ياسر هايليك، باش نتأكد بلي حكمت الكتان وميم طو حكمت الكالون.
ومن بعد نعاود نخيط هنا، سينو ديرو له زيكزاك، زيكزاك هنا احسن، وهنا تاني المهم الحاجه اللي تساعدكم. بنفس الطريقه راح ندير لليدين، هذيك الفتحه تاع اليدين هذه ثاني نعاود ندير لها، نرجع القانون على برا ونحكم، نرجع الكتانه فان هكا على برا ونفوت عليه كيما هكا بنفس الطريقه اللي درت للرقبه هكا، ونحكم بالقانون تاعي نجي هنا للجنب هكا وندور، نحكم بليزي فانكل وندور، وكنجي نرجع ندير له سكوتش تاع القاغط شي حكم بيها هوليك بهاد الطريقه. هاهو شوفوا دخل الخياطه هنايا بحيث انه هنا يتقعد الخدمه تاعي نظيفه، وهنا يدور هذا المكان. دوك نكمل الخياطه ونري لكم ان شاء الله النتيجه النهائيه اللي راح تنال اعجابكم باذن الله. هنا بعد ما كملت الخياطه تاع الفوق تاعي، الفوق كما كنتم تشوفوا درت له هاوليك، شوفوا كيفاش درت الدون تاع هنا بالنسبه للامام كما قلت لكم هكا. دوك باقي له تحداد، هاي هنا كيفاش اللي قلت هنايا، شوفوا كيفاش جات، ما جاتش كاع عريانه الحمد لله. دوك كل واحد كيفاش في الفيديو هاي. هنا باش نميز الامام من الخلف واش خممت ندير، قلت ندير هاد الجوهر، هادو لي سكوب بالحداده، هادو السمك تاعهم واحد 6 مليمتر. شوفوا كاينه طريقه واحده، دوك انا حنتبع غير هنا شويه الورد ديالو هنايا، كاينه طريقه نحكم الحداده، اي حداده عندك نحكم الحداده هكا ندير عليهم الطريقه هذه، ولا ندير بهاد الكواي الخاصه بهاد لي تاغل. دوك انا نخليها تسخن هاي هنا نكتب عليها، هذه 5 مليمتر. شوفوا كتب هنا 5 مليمتر، نقلب هاد الحصبان الحصبان مليح، المهم مكتوب عليها 5 مليمتر. وهاد الحدادة تخلو واحد 2 دقايق هي تسخن، بعد باش تبداو تلصقو لي فاغل تاعكم لازم قبل ما تلصقو لي فاغل تاعكم ولا العقاش ولا الجوهر، تجيبو هداك الراس تاع الحدادة هذه تقيسوها على العقاش هذا، من بعد تعاودو ديرو الخدمة اللي ديرو، تعاودو تلقاو لكم خسرتو ولا شي حاجة. دوك انا دوك نحط هادو الجهد تاعي من قدام، نحطهم نمسحهم توزيع عشوائي ونلصقهم، نرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا النتيجه النهائيه، فبقوا معايا لاخر الفيديو. دونك كما راكم تشوفوا عمليه الالصاق، نخلي واحد المده تاع واحد 10 حتى 15 ثانيه وهي راكبه عليه كما هكا هكا باش يلصق تري تري بيان، حتى كنح نسيي شوية ما ندهش تتنحى، وهادي تحت شوية نجحها. يعني كما كنت تشوفوا راني لحت جواب تاعي عشوائيا على الورود فقط هذا ما كان. دوك نكمل ونريكم النتيجة النهائية بإذن الله. الآن كما راكم تشوفوا هذه هي النتيجة النهائية اللي خرجت لي تاع الجبة، هذه خرجت روعة روعة روعة. ها القدام كما قلت لكم زينتو بهذاك الجوهر، والتحت درت له غير كفة صغيرة عادي هذا ما كان. ان شاء الله يكون الفيديو تاعي تاع نهار اليوم عجبكم، ان شاء الله يعجب هذا الموديل بشرى من قناه لوتس كريا، هي اللي دارت الموديل هذا وعجبني، كان شويه عريان من الفوق، انا قلت لها استاذنت منها باش ندير الموديل وحده بالدونتيل، وهي وافقت وعجبتها الفكره. هذا هو ان شاء الله يكون اعجبكم هذا الموديل، اذا عجبكم ما تنساوش ديروا الفيديو تاعي هذا بيج لايك، ما تنساوش تشتركوا في قناتي بالضغط على زر سبسكرايب او ابوني او اشتراك، ما تنسوش تشغلوا جرس اشعارات لتصلكم فيديوهاتي اولا باول، واذا كان عندكم